أحد أعظم المخترعين المسلمين، ولربما هو أعظم علماء الجزائر في العصر الحديث. علامة جزائرية واصلت خطى من سبقها من قدماء العرب أسياد العلوم والتكنولوجيا، تتلمذ بالجزائر ومنها إلى العالمية، حيث أبهر عقول الغرب في معقلهم. الولايات المتحدة الأمريكية، بل وفي أفضل الجامعات العالمية بأمريكا، معهد ماساتشوستس للتقنية، حفظ القرآن وتفنن في تلاوته وترتيله منذ الصغر، فوهبه الله قوة العلم، وأخذته هوايته بالآلات الميكانيكية وحبه لاستكشاف كل ما هو غير مفهوم، إلى اختراع أسرع روبوت في العالم وكتابة اسمه بحروف من ذهب باختراعات أخرى، جعلته أمل الجزائر وأحد أفضل ما أنجبته بلاد المليون شهيد من علماء مسلمين وحفظة للقرآن الكريم. فمن هو هذا المخترع الذي صار حديث الكل حتى عرف بلقب عبقري الروبوتات الجزائري؟ هذا ما سنجيبك عنه ضمن قصة أخرى تحكي لك مدى عظمة العرب في مجال الاختراع، فلا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة. أمل الجزائر. العلماء العظماء هم فنانون أصحاب رقي، ومع هذه الحكمة تبدأ حكاية بطل قصتنا كمال يوسف تومي، الذي ظهر للعالم في بلدة قصر البخاري من ولاية المدية الجزائرية. كان ذلك تحديدا عام 1954، أي قبل 8 سنوات من تاريخ الاستقلال عن فرنسا. وكأي عائلة مسلمة يرزقها الله بطفل، فقد أدخل عليهم السرور والبهجة قبل أن يفارق والده الحياة، ليواصل الطفل حياته يتيم الأب بعد 3 سنوات من ولادته. ثم ومع دخوله المدرسة الابتدائية وفي ظل تربيته في كنف عائلة ملتزمة، عقد كمال يوسف على دخول مسجد الإمام مالك بمدينته ومزاولة علم تجويد القرآن، خاصة بعد تأثره بأحد ضباط الشرطة الملتزمين بتعلم القرآن، ما ساهم في ازدياد ولعه أكثر بترتيل القرآن، حتى أنه كثف من الاستماع لكبار القراء أمثال مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط الملقب بصوت مكة. لاحقا ومع مرور الزمن التحق كمال يوسف بالمدرسة الإعدادية التي فقد فيها شغفه بالدراسة، حيث إنه بات شديد الاهتمام بتصميم وصناعة بعض الآلات الميكانيكية، مما يفسر زيارته المتكررة لورشة ميكانيكي بالحي علمه طريقة تفكيك المحركات، الأمر الذي زاد من عشقه لهذا المجال وأثر في نفسه وفي مستقبله أيضا. فبعد نيله لشهادة النجاح، واصل مشواره الدراسي نحو المرحلة الثانوية التي عرفت نضجا كبيرا في شخصيته، حوله من مجرد تلميذ عادي إلى صاحب أفضل معدل في معهده، وذلك في امتحانات البكالوريا بشعبة الرياضيات، لتكون بذلك الجامعة الجزائرية هوارب مدين للعلوم والتكنولوجيا، محطته الدراسية الجديدة في سنة 1974، بيد أنه في الحقيقة لم يطل البقاء فيها كثيرا، خصوصا مع إغراء المنحة الدراسية التي تكفلت بها الشركة الوطنية للعربات الصناعية سوناكوم، إذ بفضلها قرر السفر للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية المشهورة بأفضل الجامعات، حيث إنه وجد ضالته بجامعة سينسياناتي، المكان الذي حقق فيه هدفه سنة 1979، عندما تخرج منها كمهندس ضمن تخصص الهندسة الميكانيكية. فكانت نيته إثر ذلك العودة لوطنه والاحتفال مع أهله كأي طالب أجنبي، إلا أن شعوره بالنقصان الحاد تجاه المعرفة جعله يعكف بقوة على التحصيل العلمي، وهو الحلم الذي كوفئ عليه بالدخول لأعتى وأفضل الجامعات العالمية الأمريكية، ألا وهو المعهد الأمريكي العريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي تخرج منه بعد 2 سنين لا غير بشهادة الماجستير مسلك علوم الهندسة الميكانيكية. ليس هذا فقط، بل إن الجزائري كمال تمكن أيضا من تحقيق شهادة الدكتوراه بنفس المجال السابق إثر نجاح أطروحته في التصميم التحليلي والتحكم عام 1985. هذا النجاح المتكرر جعله أخيرا يعزم على العودة إلى الجزائر وتقديم العون لبلده،
لكن أحد أساتذته المرموقين ألح عليه الطلب للبقاء وتدريس رفقته بالجامعة. لم يكن الاختيار سهلا هذه المرة، بيد أن كمال يوسف قرر تقلد هذا المنصب بنفس سنة تخرجه. بل ليكن في علمك سيد المشاهد أنه لا يزال بمنصب البروفيسور لليوم بذلك المعهد، حتى أن إدارة المعهد أوكلت إليه عديد المهام الأخرى لثقتها العمياء فيه، مثل المهمات التسييرية والاستشارية، بالإضافة لكونه مشرفا على أبحاث الطلبة. وعلى عكس ما قد يخطر في بال العديدين بأنه قد تناسى دينه وخير العلم عليه، يجب عليك أن تعرف أن الدكتور كمال لم ينقطع عن مزاولة دروس تلاوة القرآن. بل ليكن في علمك سيد المشاهد بأنه قد أتقن كذلك فن المقامات الصوتية بأمريكا، إذ إنه على الرغم من الدرجة العلمية والاجتماعية التي يحظى بها، وصل تعلم دينه أينما حطت رحاله. فليس من الغريب أيضا أن تراه يكرم حفظة القرآن أو يساهم ببناء مسجد بوطنه الأم. عبقري الروبوتات الجزائري. البروفيسور كمال رجل إيمان ورجل علم. سيد المشاهد، هذا ما صرح به أحد الصحفيين الأمريكيين الذين ذهلوا بشخصيته المتميزة. لذا دعنا نعد بك قليلا لأصول الجزائري كمال يوسف، فطفولته لوحدها حكاية. فهو وكأي طفل نابغة كرس هوسه بالعلم حتى جعله مصدر دخل، بعدما حول خردة لجهاز عارض أفلام مكنه تباعا من تقديم عروض سينمائية لأقرانه مقابل حفنة من الدنانير. وإذا ما كنتم لا تزالون تذكرون قصته مع ميكانيكي الحي، فقد أدخل تعديلات برفقته على دراجته الخاصة لتصير شبيهة ببهرجة السيارات. لكن وبالعودة لفترة شبابه، فإن كل ذلك لا يقارن بابتكاراته التقنية المتجددة التي رفعت اسمه لأعالي سماء عالم المخترعين، حتى لقب بعبقري الروبوتات الجزائري، بخاصة إثر تعاونه مع الشركة اليابانية شينميوا إندستريز بهدف اختراع روبوت عرف على أنه الأسرع بالعالم آنذاك سنة 1984. وبجانب ذلك تمكن كذلك من اختراع روبوت تميز بقدرة محاكاة حركة الأسماك بغية المساعدة في عمليات الغوص تحت الماء ورصد الأجسام الغارقة أو حتى موارد الغاز والبترول. وإحقاقا للحق، إنجازات الدكتور كمال يوسف تتحدث بنفسها عن مدى عبقريته. فلك أن تعلم أنه يملك في حيازته حوالي 25 براءة اختراع دون ذكر مؤلفاته وبحوثه، إذ بالنهاية نحن نتكلم عن علامة جزائرية حظيت بتكريم خاص من إدوارد كينيدي، عضو الكونغرس الأمريكي وشقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي. فيما يبقى هذا التكريم قيمة لا تختزل البتة مسيرة هذا العبقري صاحب الجوائز والتكريمات المتعددة. فهل سمعت من قبل عن الجزائري كمال يوسف تومي؟ وهل يستحق كل هذا التقدير؟